هي الذكرى الأولى لرجل لم يرحل. بقيت سطوره وأفكاره وحملاته الصحفية والتلفزيونية وخلطته الفريدة للتأثير والنجاح، ذكرى الصحفي الكبير وائل الإبراشي. بقيت كغيمة دائمة تمطر شجاعة وحرفية على كل راغب في تعلم أسرار الصحافة وفهم أدوارها. جزيرة الكوم الأخضر الأثرية واحدة من الجزر اللي هي يعني ممكن تقول إنها قريبة جداً من الشخلوبة، عشان كده قلنا نكمل مشاهد الجمال، الجزر اللي بتجمع ما بين الجمال والآثار، كمان اتضح إنها جزيرة أثرية. بعد تخرجه في كلية التجارة تمرد على الأرقام وخانات الحسابات ليمشي المشوار الصعب. كانت قبلته مؤسسة روزا اليوسف العريقة، متدربا يبحث عن مكان وسط زحام الحالمين. هناك تعمد صحفيا كبيرا وهو صغير بخبطات ساهمت في زيادة التوزيع وهز أركان الرأي العام المستقر. فكانت انفرادات مثل قضية لوسي أرتين وحوارات المتطرفين في لندن والسوريين في الجولان المحتل وأمراء الحرب في العشرية السوداء بالجزائر وعشرات القصص الأخرى التي دشنته واحدا من سادة التحقيق والحوار الصحفي. في حدث مأساوي من هذا النوع، حدث مأساوي من هذا النوع لم يكن منطقيا ولا عمليا ولا واقعيا أن نغطي هذا الحدث عن بعد، ولهذا جئنا إلى هنا. في خلطته الصحفية والتلفزيونية الفريدة كان يعيش وسط سطور صفحات الحوادث وتحقيقات النيابات وتصريحات تمر بلا انتباه، ليعيد تدويرها في عقله ويصنع قصصا وانفرادات كبرى. فكان أول من استضاف البهائيين وفتح ملف اليهود المصريين ونظف جروح الفتن وواجه أباطرة توظيف الأموال، وكان واحدا من محارب التطرف والأصولية، وهو المبادر باقتحام الأحداث الساخنة، يطير إلى بيروت ليتفقد دمار المرفأ ويقتحم منزل أحمد زكي لينقذ تراثه من الضياع. التفاصيل البسيطة المتعلقة بالذكريات، صور، وثائق، مستندات، أوراق، مقتنيات، كلها كان لابد من الاحتفاظ. طوال مسيرته لم يتعجل الشهرة، كان يبني شبكة مصادره على مهل. لا يجعل الصداقة عبئا، فهو المهاجم والصديق، يهاجم بلا دماء، يتراجع ويعتذر بشجاعة إذا تحول الهجوم إلى جنوح، ويضحي بالقصة كلها لو نكأت جراح أبرياء دون قصد. فالخصومة في قاموسه لا تعني العداوة، وهناك دائما مساحة للتصافح والتسامي. في ذكراه الأولى ستقول كتب الصحافة إن الإبراشي مر من هنا محققا ومحاورا ومؤثرا وكاتبا لسطور لامعة وصديقا للكاميرا.